سميرة باب قطب، اونر مركز برازيليان مايكرو بليدنج. هقول لكم النهارده المايكرو بليدنج بيتعمل ازاي ويتعمل لمين بالظبط. هو بيتعمل من جلستين لثلاث جلسات، كل جلسه بتبقى فيها طريقه معينه. اول جلسه بتبقى بنرسم فيها الشكل اللي يناسب وش كل كلاين، حد بينفع معاه مثلا الشكل المدور، حد بينفع معاه الشكل الحاد شويه، حد بينفع معاه الشكل السوفت. فكل واحده بتبقى على حسب الدايمنشنز بتاعت وشها. فبنعمل اول جلسه، بعد كده بنعمل الجلسه الثانيه بعد شهر ونص بالظبط. تاني جلسه بيتعمل فيها الريزلتس بتثبت اكتر بكتير من اول جلسه. في نوعيه بشره ممكن ما يثبتش فيها خالص المايكرو بليدنج من اول جلسه، فدول بيحتاجوا ثلاث جلسات اللي هم البشره الدهنيه والبشره الجافه. اما البشره العاديه فهي بتبقى جلستين بيبقوا فيري فيري انف ليهم. المايكرو بليدنج كمان بيخليك تستغني عن الميك اب اللي انت كل يوم تصحي ترسمي شكل حواجبك بطريقه معينه، هو بيغنيك عن الموضوع ده، بيديك الناتشرال لوك بتاع كل يوم رايحه الشغل او خارجه بالليل او كده. خلاص انت بتبقي كان حواجبك مرسومه بتقنيه الشعره، شعره خفيف جدا ناتشرال جدا. يعني في ساعات ما تبقيش عارفه تميزي الشعر اللي احنا راسمينه من شعر الحواجب الطبيعي، فانا بنصح بيه لكل الناس، بينفع لكل الناس. حتى لو حد عنده كانسر، سكر، اي حاجه، هو بينفع مع كل الناس ما عدا الناس الحامل او الناس اللي السكر بتاعها مش متظبط. في بعض الكلاينتس بيبقوا عايزين يعني تبقى هي مثلا شعر حواجبها خفيف جدا، مش مساعدنا خالص ان احنا نقدر فجاه من رفيع جدا يبقى تخين جدا. لا، هو احنا بنمشي ستيب باي ستيب، كله ديبندنج على الناتشرال هير الموجود. فما بينفعش مثلا الكلاينت اللي عايز تعمل مايكرو بليدنج هتقارن اللي هي كانت بتعمله بالاي شادو بنفس ان احنا نحققه لها بنفس تقنيه المايكرو بليدنج، لانه انت بالميك اب ده بترسمي بره الجلد، فبتقدري تعملي بوردرز وتتخني وتحطي الالوان اللي انت عايزاها لانه بنرسم بره السكن. لما بنعمل مايكرو بليدنج، المايكرو بليدنج بيتعمل في السكند لاير، فما نقدرش ان احنا من فريم صغير جدا فجاه نكبره. فبحب اوضح برضو للكلاينتس اللي بيبقى عندهم اكسبكتيشنز بطريقه معينه ان وي كان دو ا باتر شيب باتر لوك، بس بالدايمنشنز اللي عندنا وبالناتشرال هير اللي عندنا. انا كده اكون وصلت لكل المعلومات اللي اقدر اوفرها عن المايكرو بليدنج. قلت هو ينفع لكل الاعمار من اول 19 سنه لحد فيما فوق، ملوش سن معين. حقيقي هو بيغير جامد قوي الشكل وبيخليك تستغني عن الميك اب والهسل بتاعه كل يوم ومن الصبح بالليل، ولو نزلتي البحر طلعتي يبقى عندك حواجب. كل الحاجات دي بيوفرها عليكي جامد جدا. ثانك يو سو ماتش، واي هوب ان المايكرو بليدنج يعجبكم، واكون قدرت النهارده ابسط لكم طريقه شرح المايكرو بليدنج على قد ما قدرت. ثانك يو سو ماتش.